السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول: محاولة لاغتيال المتظاهرين واستمرار للمظاهرات في محافظة البصرة. ولدينا في العنوان الثاني: إضرابات واعتصامات للمحاضرين للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية. وفي العنوان الثالث: النزاعات العشائرية في العراق تكشف حقيقة غياب القانون وانهيار النظام الأمني. وأيضا ضمن عناويننا: مواطنون يعرضون معاناة المجتمع العراقي نتيجة سرقة ثرواته وتخريب مصانعه. أهلا بكم. تستمر حملات القمع والاغتيالات في المحافظات الجنوبية للمتظاهرين، وفي أحدث محاولة هي لاغتيال المتظاهر محمد العيساوي من قبل جهة مجهولة في محافظة البصرة جنوبي العراق. فلنشاهد. جاي يمشي على الشارع وجت بيكم مراقبتنا، ما أعرف بيكم نظارة تمشي، وأنا صعدان وصاحب على دراجة رايحين العمل مالتنا، فجاي دراجة العفو سيارة تمشي ويانا، راسن أبو السيارة راسن طبق عليه زين، بس إحنا ربك جايتنا على المحلات زين، جاي يتابع بينا، طلعنا يا ابو سياره متابعنا ويمشي بصفنا، سياره ليفارا بيكم صاعدين بيها اثنين ما اعرف شنو، بعدين من ضربنا مشينا نسحب بالشارع، طبينا على المحلات، والله نجانا، وهاي ضربات وهاي بيدي، وهسه هذا ما اعرف تمزق بالحوض كسور، هاي ضربات هنا، هاي ضربات هنا، وهاي هاي ضربات بيدي، هو ما عرفنا شنو جهته شنو يمينته ما اعرف، وخلى وشرد والله يستر من التالي. هذا وقد أحرق متظاهرون إطارات في الشارع التجاري بمدينة البصرة رافضين تسليم ملف إعمار المحافظة إلى هادي العامري زعيم ميليشيا بدر. نبقى في محافظة البصرة. متظاهرو المحافظة طالبوا باستقالة المحافظ وبحل مجلس المحافظة، فلنشاهد. نشاهد في هذه المظاهرات طبعا أطفال وصغار، من هم بأعمارهم ربما في دول أخرى يتمتعون بحياة كريمة، وربما الاهتمامات متوجهة أو منصبة على أمور أخرى كالعلم كالرياضة أو الاكتشافات الذاتية لأنفسهم، قد يتمكنون من اختراع شيء ما أو التميز بقضية ما، لكن في العراق يدخلون بالسياسة، أطفال العراق يدخلون بالسياسة مكرهين على هذا الموضوع نظرا طبعا للأحداث وللحالة التي يعيشها المجتمع بشكل عام، كما يقولون من ظلم وقهر وفساد وما إلى ذلك من هذه الانتهاكات وهذه التجاوزات. على العموم ندخل أيضا ونستمر بهذا الموضوع، لكن ننتقل إلى المحاضرين.
أضرب المحاضرون في محافظة نينوى عن العمل يومي 17 و18 من هذا الشهر احتجاجا على إهمال الحكومة لمطالبهم وعدم تثبيتهم على ملاك وزارة التربية. فلنشاهد. الرحمن الرحيم. رابطة محاضري وخريجي نينوى بالاتفاق مع اللجنة التنسيقية لمحاضري العراق قررت الإضراب لمدة يومين، يوم 17 و18 3 من هذا الشهر، يومي الأحد والاثنين، وذلك بسبب تجاهل مطالب المحاضرين وعدم إطلاق الدرجات الوظيفية، درجات الحذف والاستحداد. طبعا مطالب نقابة المعلمين قد وافقت عليها رئاسة الوزراء وتجاهلت مطالب المحاضرين الذين ضحوا بكل ما لديهم خدمة للعملية التربوية. في حال عدم الاستجابة لمطالبنا سنقوم بخطوات أخرى بالاتفاق مع رابطة محاضري العراق في الأيام القادمة، ومن الله التوفيق. رابطة محاضري وخريجين اليوم. المحاضرون في محافظة القادسية أيضا نظموا وقفة احتجاجية مع إضرابهم عن الدوام للمطالبة بتثبيتهم كمدرسين ومعلمين. لا حق الدستور هذا، هذا الدستور. فاليوم احنا عندنا نظام حق الدستور، فعليه ألف تحية لكل إنسان سالك، لكل مدراء المدارس. اخواننا كل احد، كل احد وسنين اضراب، اعوذ سنين اضراب. نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت. ويصير الدعم بهمة الرجال اللي موجودة اللي كتبنا اسماء، هو تحضير الاحد وسنين. ما في دور احنا مستمرين بالاضراب. وتظاهر المحاضرون خلال اليوم الثاني للاضراب الذي اعلنوا عنه منددين بفساد الاحزاب الحاكمه التي تجاهلت هذه الشريحه منذ سنوات وعدم تثبيتهم رغم حاجه المدارس في العراق الى كوادر تعليميه وتدريسية. فلنشاهد. التغيير على عطلة عليها علي المحافظ يطلع على وجايين كلنا، بس ليش تكتون ما ادري. ننتقل إلى موضوع آخر. هل تذكرون المعمم همام حمودي نائب رئيس البرلمان السابق الذي قال في لقاء سابق على شاشات التلفاز وأمام الكاميرات والصحفيين: لا دولة مثلكم. دعونا نشاهد طبيعة هذه الدولة التي يتحدث عنها همام، أو التي تحدث عنها همام حمودي، وليس همام حمودي فقط بل كثير من هذه الشخصيات المسؤولين الموجودين إن كانوا معممين أو غير معممين داخلين في العمل السياسي موجودين في العراق، تحدثوا عن الإنجازات، وكما طبعا خرج حزب الدعوة ليتحدث عن الإنجازات التي قدمها للمجتمع العراقي. دعونا نشاهد الآن نزاعا عشائريا في منطقة المعامل الشرقية بغداد، ولكم أن تشاهدوا أن هذا ليس بلد، هذه ساحة معركة، هذه ساحة قتال بين طرفين في بغداد تحديدا، في مكان تواجد السلطة والحكومة والمنطقة الخضراء والأمريكان وكل هذه القوات والميليشيات. لكم أن تشاهدوا الانهيار الأمني الواضح وتساؤلات من قبل المواطنين: أين دور الحكومة من هذه الظاهرة؟ وكذلك أين حديثها عن سحب السلاح؟
يلا وين راحت الحكومة؟ خربيها من حكومة. يلا شوف شنو ذنب هاي العالم هسه. يلا يا معودين وزارة الداخلية شرطة المعامل. شوف 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 وين البيوت. شوف 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 حرقوا البيوت يابا. شوف 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 شرطة الحسينية يا معودين تلاحقونا يا مقطعة معمل بغداد. الله يلعنكم ان شاء الله دنيا واخره. شوف 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 مذنب النوب. شوف بالبيوت خاف تقولون. الله 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 شنو ذنب هاي العالم. شوف 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 غاتي راح انشرهم على الفيس. من زاوية أخرى نتابع أيضا وابل من الرصاص نتيجة النزاع العشائري في منطقة المعامل الشرقية العاصمة بغداد. هذا التصوير كما ذكرنا قبل قليل من جهة ثانية في ظل طبعا انتشار السلاح والميليشيات. يقف المواطن صاحب المقطع مندهش من هذه الحالات داخل العاصمة بغداد. دعونا نشاهد. طبعا النزاعات العشائرية هي هذه الظاهرة التي خرجت مع قدوم الاحتلال إلى العراق والتي ذهب ضحيتها الكثير والتي أصيب بسببها الكثير. ويتربى أبناء هذه العشائر وأبناء هذه العوائل التي تحمل السلاح والتي تقاتل على هذه المفاهيم الخاطئة، على هذه الأساليب في التعامل مع الآخرين، وبالتالي ليس مستغربا أن يكون هذا هو النهج السائد الموجود الآن في العراق. لغة الدم هي اللغة السائدة الموجودة الآن في العراق، وأخذ الحق بالذراع وبعيدا عن القانون. طبعا السبب غياب القانون، هذه الأمور تتم بسبب غياب القانون، غياب النظام، غياب الدولة، وغياب سيطرة الدولة على السلاح الموجود في العراق. فمن المنطقي ومن الطبيعي يكون العراق الآن يعيش هذه الحالة التي نشاهدها الآن، ومن المؤسف أنه يعيشها. عامل بأجر يومي في نفط الجنوب يتحدث بألم عن ثروات العراق النفطية وثروات محافظة البصرة تحديدا الذي لم تجني منه المحافظة سوى الأمراض والمشاكل كما يقول، بينما الفائدة تتوزع على الأحزاب. دعونا نشاهد. السلام عليكم. السلام. شلون أستاذ؟ شلون صحتك؟ شو أستاذ؟ شو بك اليوم؟ صافين مالك خلق ضايج؟ الله يا اخي صافي وضايج ومضايق. ليش يا ضيم هذا؟ من الله النفط. اي انا نفط دولي. اي كامله دولتين ثلاث دول. صح. احنا الشعب العراقي ما لنا بي شيء. ايش بس امراض زين راقب هاي اللي قاعد يحرقون به هذا النفط. هذا النفط قاعد يحترق. اي صح. هاي الدخانته كلها تسبب امراض سرطانيه وامراض خبيثه. حاليا 70% بالبصرة أمراض بسبب هاي الآمار. الشعب البصري زين ماكو لاح على قولتهم، كل شيء ما محصل فلس من هذا النفط. الزبايل تصد الشوارع وأمراضها. المحافظ ملتهب غير دولة زين راح يسوي شعره. والله نحن الشعب العراقي مثل ما تقول لنا لا وإن له راجعنا. زين هذا النفط وين جاي يروح؟ يعني هاي الآبار كلها هي يا ابن عمي يعني الرميلة بيها فوق اشمل الالف 1500 بير بالالفين بير يوصل وين يروح؟ هاي الشمعة. اي هاي الكاك اطباعهم. اوكي. هذا الكاك تابع للحزب الفلاني. خوش. اللي هو حاطله وراه جماعات مسلحة متكونة من 1000 نفر. اي. وهذا الكاك للحزب الفلاني الله. اوكي. اللي هو قاضيها ابو المتعة يسمونه، ما رد نط مسميات علان حصل لنا مثل ما تقول اثم. اوكي. وهاي الكاكات كل حزب
وميليشياتي هسه احنا مثل ما قلت صارت هسه عندنا كل حزب تابع لميليشيا. ايه. قبل احنا كان نعرف بس حزب البعث حزب الدعوه. اوكي. زين؟ ماشي. هسه صار عندنا 1000 حزب. زين متكون هاي الحزب برا على 10 احزاب، كلها هي تابعه لواحد، وكلها ولاها الدوله وحده. اوكي. زين؟ كلها تباعيه هاي للدوله الفلانيه، وهذول تباعيه للدوله الفلانيه، والشعب ظال نايم وما يدري نحو المجهول صار. واحنا ما تقول بس نتحسر على هاي النعمة وهي مو إني هذه ينتج لمليون تقريبا 1500 درام أوكي. أو أكثر أي. هذا واحد من الآبار اللي هي بالداخل الرمالة زين إذا أنت تعشف لي بالآلاف المؤلفة اللي سمعت لي بالألفين وخمسمية أو أكثر أي صحيح هواي كل واحد ينتج يومية هالقد نفط وهاي الشموع الطالعة الشعب ما كلش ما يدري هاي يوميها التصديرة ماكو ثق بالله عيشنا مدينة اليوم يعني مصرفة ما اليوم اليوم نحكي محافظة كاملة هذه يعيشنا باليوم يا محافظة طالعين من 4 الفجر نرجع بالستة أو بالسبعة بالليل عمال أجور يومي يومي 20,000. معمل إسمنت الجنوب في مدينة الكوفة بمحافظة النجف يتعرض للتخريب بشكل متعمد كما يقول صاحب المقطع، وذلك بتعطيله وإيقاف إنتاجه بفعل فاعل. سأترككم تستمعون إلى حديث هذا المواطن ليشرح حجم المعاناة، ليضيف طبعا معاناة أخرى لحجم المعاناة الموجودة الآن في العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من محافظة النجف معمل اسمنت الشركة العاملة اسمنت الجنوبي يسمحون يعني نعرفه معمل اسمنت الكوفة. شوفوا معمل لا تسمح لي معمل عملاق يعني مبني تقريبا من 25 سنة اتوقع 30 سنة. شوفوا احنا احترام للدوائر الدولة ما ندخل لها يعني احنا معلمين مواطن حالي حالي اي مواطن. شوفوا معمل عملاق احد اعمدة الاقتصاد العراقي. نعم معمل اسمنت الكوفة احد اعمدة الاقتصاد العراقي. اسمنت الكوفة حقيقة جودة عالية منشأ عالي حقيقة هنا الموظفين يقدمون شيء كبير. طبعا الموظفين مع الأسف وزارة المالية ووزارة الصناعة رواتب جدا قليلة 300,000 و250,000 و400,000 صارهم 15 سنة و20 سنة مع الأسف الشديد. شوفوا معمل حقيقة يستحق الثناء معمل يعني أحد أعمدة الاقتصاد في محافظة النجف وفي العراق. الحد هاي الدقيقة دعاية حلوة مو دعاية مجانية حقي. أنا أفتخر بالصناعة الوطنية ومعامل في محافظة النجف وفي العراق. لكن المشكلة والكارثة والحد الآن ما حد حقق بيها من كل لا وزارة الصناعة ولا غيرها ولا المحافظة. شوفوا قبل فترة ما الدشالي اللي في هذه المعمل في معمل اسمنت الكوفة الدشلي اريد اشرح للمواطن المتواضع اللي مثلي بعدين سألنا شنو الدشلي قالوا الدشالي مثل القلب عند الانسان. الدشالي في معمل اسمنت الكوفة تم تخريبها اجوا خبراء عطلت لهم فترة ما وقف المعمل كله طبعا في تكتم في سكوت غريب من نوعه. معمل يغذي العراق جودة عالية عطلا مو دشلي واحد اثنين دشالي في نفس الوقت في نفس الساعة جو الخبراء يريد يصلحون الدشالي مال معمل اسمنت الكوفة قالوا هذا شيء مخرب مخرب مخربة. السؤال لجان تحقيقية وين المسؤولين وين وزير الصناعة وين على ما اعتقد هي الوزارة الصناعة لان هاي الدشالي منو المستفيد من تعطيلها اكو من الخارج من الداخل اللي يريد يخرب الصناعة الوطنية في محافظة النجف وفي العراق المسؤولين وين؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تصريح مثير للجدل عن نشر إيران لمئة ألف إيراني مقاتل في العراق ومثلهم في سوريا. صاحب التصريح هو محمد علي جعفري القائد العام لما يسمى الحرس الثوري الإيراني. هذا هو صاحب التصريح الذي تحدث عن وجود 200,000 مقاتل مرسلين من إيران إلى العراق وسوريا.
وموزعين بالتساوي 100 ألف في سوريا و100 ألف في العراق. طبعا هذا الموضوع له تعليقات بالطبع، والعراقيون لن يتركوا هكذا قضية تمر، خاصة في ظل الحديث عن السيادة التي يتحدث بها المسؤولون في السلطة. دعونا نشاهد التعليقات. مع أن الطالب يقول نعم يقصد فيلق 9 بدر والعصائب والنجباء والكتائب حزب الله وسرايا الخراساني وكتائب الإمام علي. أيضا لدينا في التعليقات محمد طالب يقول أغلب فصائل الحشد تعمل تحت قيادة إيران وحرسها الثوري. ضمن التعليقات أيضا أبو ماريا يقول إي نعم كلام صحيح، هذول الميليشيات إش قد عددهم اللي يسمون نفسهم الحشد المقدس، كلهم تابعين لإيران. ضمن التعليقات أيضا لدينا إسحاق عبد الرحمن يقول نعم صرحوا وأعلنوا وربما العدد أكبر، فأين أمريكا التي تزعم أنها ستضربهم؟ في تعليق آخر أحد المعلقين يقول لا أعرف لماذا ولا مسؤول يرد على هذه التصريحات، لم يبقى إلا أن يقول لهم أعطوا فتوى الجهاد الكفائي أو أعطوا الفتوى الجهاد الكفائي. وفي التعليق الأخير أحمد يقول 100 ألف تم تجنيدهم وتدريبهم غير عدد عملائهم من العراقيين غير الأحزاب والميليشيات التابعة لإيران، ويقولون إيران لا تتدخل بشؤون العراق. التصريحات الإيرانية تتوالى طبعا، دائما تخرج من قبل مسؤولين من قبل قيادات أمنية أو عسكرية يتحدثون عن وضع إيران في العراق، عن الأعداد، عن الاستراتيجيات المتبعة، عن التعامل والتعاون مع ما بين إيران طبعا وما بين ما يسمى بالحكومة في بغداد، وتكشف حقيقة التدخل الإيراني الموجود الآن في العراق. لكن لا أحد يعلم لماذا تستمر السلطة الموجودة في بغداد بالنفي والإنكار من وجود إيرانيين وتدخل إيراني صريح وواضح بالشؤون العراقية. نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. الوسم بعنوان إيران تعترف بتفجير ضريح. طبعا ربما إن بحثتم الآن على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لن تجدوا تصريحا مباشرا من قبل هؤلاء، لكن من نشر هذا الوسم ومن تفاعل معه كذلك استذكر أحداثا سابقة تتحدث عن تفجير أضرحة دينية من قبل الإيرانيين، وهذه بعض التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. سيف الشمري يقول لا تحتاج مثل هذه العمليات الإرهابية الاعتراف بها من قبل نظام الملالي، فالقاصي والداني يعلم أن إيران منبع الإرهاب، وأي خراب أو دمار تجد إيران وراءها. في تغريدة أخرى الغزال يقول أو تقول الأضرحة التي فجرتها واتهمت غيرها بتفجيرها كثيرة، والغاية منها هي زرع الفتنة والقلاقل يتسنى لها مواصلة قطار التمدد والتوسع الجغرافي. وفي تعليق آخر طلال يقول هذا منهج وديدا نظام الملالي الإرهابي، القتل والتدمير والتفجير عبر ميليشياتها وتنظيماتها الإرهابية المنتشرة حول العالم. وفي آخر التغريدات لدينا مشاهدينا الكرام شمر يقول سيف سامر يقول إيران تقوم بتفجير المراقد والأضرحة لزرع الفتنة والاقتتال بين السنة والشيعة في العراق. طبعا هذا موضوع يعني واضح وحدث فعلا، والعراقيون عاشوا هذه اللحظات المريرة في حياتهم وفي تاريخهم كذلك، الاقتتال الداخلي والحرب الطائفية التي حدثت وانتشرت طبعا بفعل فاعل. وكما ذكر الشيخ حارث الضاري رحمه الله أن إيران هي المتسبب بتفجير الأضرحة العسكرية الموجودة في مدينة سامراء باعتراف مخابراتهم. نراكم بعد قليل. عملية سلفيتا الفدائية في فلسطين المحتلة طبعا عملية نفذت عن طريق شاب فلسطيني أودى بحياة صهاينة قتلى وجرحى، ودعونا نشاهد تفاصيل هذه العملية.
وفي الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.